أخ إشارة قوية تؤكد بأن إف سي نواديبو يريد خلق المفاجأة، وبالتالي هو يسعى كذلك لما لا الإطاحة بأحد نجوم القارة الإفريقية، لأنه فريق الرجاء البيضاوي يبقى من نجوم القارة الإفريقية، فلا الوداد البيضاوي وكل الفرق المغربية الكبيرة. إذا محاولة الآن فريق الرجاء البيضاوي، بداية قوية ممتازة، أوه تسديدة قوية، بداية قوية كانت لفريق الرجاء البيضاوي. كيف ما قلت محمود بن حليم، يمكن اقول بانه اشتاق للعوده وكره القدم، وبالتالي فهو جمهور ذواق ويجب ان يبقى ذواق، وبالتالي لا داعي لبعض الدخلاء من الاساءه لجماهير الرجاء من باب الاساءه من داخل المدرجات او حتى من خارج المدرجات، فاقول لا داعي لاساءه لجماهير الرجاء من داخل المدرجات. الميدان دائما لصالح فريق زكريا حدرف، زكريا حدرف امام مربعات لاعبين، شنو غادي يعمل الان زكريا حدرف؟ كيف عاد الاختراق يسدد تسديده، ولكن مشات جانبا هذه التسديده، وبالتالي يمكن نقول بانه الاشاره في 5 دقائق. الشهيد الجزائري الذي يدرب دفعه خطيره، شباب رياضي الوزداد الجزائري 3-0 على نكانا. النتيجة النهائية الحل في مثل هذه المناسبات. نشاهد الآن هذه محاولة جيدة، محاولة جيدة بالعليم، ممتاز ممتاز، ما غاديش لأنه كان لوم من زكريا حدراف، ولكن طريقة باش بن حليم حاولوا بأنهم ما يوقعوش في بعض الاستفزازات. إذا عبد الرحيم شاكر خصو يكون أذكى من اللاعب الموريتاني نظرا للتجربة، نظرا يقلبوا على الاختراق. أمر تدخل الحكم المصري أمر ضروري وضروري جدا، وبالتالي ورقة صفراء لإيزابيل جاكوب. جاكوب كنقول المشاهدين الكرام أننا صعيب أننا تشكيلة أخرى، ضربة خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي، كترفع كرة خطيرة جدا، ما كاين ولا أي شيء، الحكم ما رفعش الراية، كان عبد العظيم خضروف قريب من مباغتة فريق إف سي نواديبو. أكبر بكثير من هذا الوضع اللي كان تبعه، بإمكانهم أنهم يسجلوا هدف في أي لحظة. نتابعوا الآن هذه محاولة، ضربة رأسية وركنية، وبالتالي تدخل كان جيد للحارس سليمان إبراهيم. عبد العظيم خضروف، بن حليم خطيرة جدا، والتدخل كان ممتاز لأحد مدافعي الفريق الموريتاني. تعود مرة أخرى متفرج، وكان كذلك محاولة خطيرة، ممتاز ممتاز يا أنس، ممتاز يا أنس يزنيتي، اي 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 مرت امنه حذرجه. هذه الامور كتطلب السرعه بشكل كبير. نتابعوا الان، تنفذ هذه الركنيه عاليه، ضربه راسيه، وانس ازنيتي، انس ازنيتي، نتمنى بانه هذه الهجمه ما تاثرش نفسيا على اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي بقدر ما خصها تكون تحدي ممتاز. محسن ياجور، محسن ياجور امامه بن حليم، بن حليم خصو يصعد، زكريا حدراف خصو يصعد، ممتاز ممتاز محسن ياجور، ولكن خصو مسانده. حارس جيد سليمان إبراهيم، حارس جيد، خاصة تكون زيادة عددية. وظروف عبد العظيم بالخطأ، تصل لمحسن ياجور، محسن ياجور، ضربة جزاء، ضربة جزاء، يا سلام سلم، قلتها بأنها هي الحل. واستجل الغيابات كلها عوامل لا تخدم الرجاء، ولكن ان شاء الله يمكن ان نتابع الهدف الاول. شاكير، اوي 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 اوي، يمكن اقول مشاهدي الكرام ما تمنيته لم يت، وبالتالي استعصت الحلول وتاخرت، ما بدي يسدد، ولكن فقط للحارس سليمان إبراهيم. كترفع الكرة جاكوب ديبوب،
إذن تتحول الآن لهجمة مضادة. يراهن على التشويه خلال هذه المباراة، تعود الآن مرة أخرى. اللي تمس الآن لصالح فريق أو ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي. بن حليب، عمر بوطيب، بن حليب الآن كيرفع الكرة. أوه ممتازة. أوي 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 أوي. خلدان محمد يسجل في عز أزمة النتيجة. إذن إصابة لصالح فريق الرجاء البيضاوي، يمكن أقول بأن إصابة جد مهمة في توقيت يمكن أقول صعب وصعب للغاية. أعتقد بأنه الرجاء مباراة صعبة بكل ما تحمل الكلمة معنى، وقلتها مع دخل حتى الجولة الثانية. حذاري من هذا الهجمة، حذاري من هذا الهجمة، حذاري من هذا الهجمة. وأنس زنيتي رجل الأمان اللي انقد فريق الرجاء البيضاوي من تدخل الفريق ديال الإف سي واديبو، جايين هنا فقط باش ياخذ صفر لصفر. لأنه سنتابع مرة أخرى هذه هجمة. محسن ياجور، محسن ياجور يسدد، وتدخل الحارس سليمان إبراهيم، تدخل سليمان إبراهيم. ما انتبهش ليه الحكم. حسن مولل البديل خلال الجولة الثانية. فريق اف سي واديبو مازال يحتفظ بتغيير اخر. خطأ فادح في التمرير، خطأ جد مكلف، وهدية لا ترد. يمكن نقول بان قلت بانه الرجاء ماشي في كامل ليقت ولا عطاء، ولكن يمكن نقول ضريبة جد مكلفة. انه بطبيعة الحال ممتازة. اوي 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 اوي. هو يوم ليس للرجاء، وبالتالي وجب العودة بسرعة. إذن الحكم مفروض أن يوجه ورقة صفراء. بالفعل حكم ديوبالسان يستحق، كان